اهلا بكم يا جماعه في حلقه جديده من سلسله الحرب الفلسطينيه الاسرائيليه، والنهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا عن الجبهات المسانده وبالتحديد عن حزب الله. وفي يوم 13 تشرين الثاني اعلن حزب الله انه استهدف مواقع تابعه للجيش الاسرائيلي وانه استهدف قوات مشاه تابعه للجيش الاسرائيلي بالصواريخ. وفي نفس اليوم رد الجيش الاسرائيلي انه قصف بلدات حدوديه تابعه للدوله اللبنانيه وقصف مواقع فيها مدنيين ما فيهاش قوات لحزب الله بالصواريخ الموجهه وبالمدافع. وللاسف في نفس اليوم اعلن حزب الله ان في واحد من مقاتليه استشهد نتيجه الهجمات. وفي يوم 14 تشرين الثاني اعلن حزب الله انه استهدف مواقع تابعة للجيش الاسرائيلي في منطقة مزارع شبعة اللي تقع تحت الاحتلال الصهيوني. وفي نفس اليوم رد الجيش الصهيوني ان قصف بلدات مدنية تابعة للدولة اللبنانية على الحدود بين لبنان وبين فلسطين المحتلة. وفي يوم 15 تشرين الثاني نجح حزب الله انه يستهدف مواقع وسكنات عسكرية وقوات مشاة تابعة للجيش الاسرائيلي، بس المرة دي بالصواريخ الموجهة. وفي نفس اليوم ارادت اسرائيل للاسف ان هي استهدفت مواقع حدودية تابعة للدولة اللبنانية. وفي يوم 16 تشرين الثاني اعلن حزب الله انه استهدف مواقع وسكنات وقوات مشاة واليات تابعة للجيش الصهيوني بالصواريخ الموجهة وببعض القذائف المدفعية. وفي نفس اليوم رد الجيش الاسرائيلي انه قصف مواقع لبنانية وبلدات حدودية لبنانية بالقذائف الحارقة، وقصف برضو بعض المرتفعات بالقذائف الفوسفورية، مع العلم ان القذائف الحارقة اللي هي النابالم وقذائف الفوسفورية قذائف وقنابل واسلحة محرمة دوليا حسب اتفاقية جنيف. وفي نفس اليوم اعلن حزب الله ان في 2 من مقاتليه استشهدوا بسبب الهجمات والقصف المستمر. وفي يوم 17 تشرين الثاني اعلن حزب الله انه هجم مستهدف مواقع تابعه للجيش الصهيوني بمسيرات انقضاضيه وبعض قوات المشاة. وفي نفس اليوم رد الجيش الصهيوني ان استهدف عدد كبير جدا من البلدات الحدوديه اللبنانيه. ويوم 18 تشرين الثاني اعلن حزب الله انه قدر ان هو يوقع مسيرة اسرائيلية من طراز هرميز 450. وفي نفس اليوم اعلن حزب الله انه نجح انه يستهدف مواقع تابعة للجيش الاسرائيلي في اراضي الفلسطينية المحتلة. واعلن الجيش الاسرائيلي في نفس اليوم انه قدر للاسف انه يستهدف مواقع وبلدات حدودية تابعة للدولة اللبنانية بقذائف المدفعية. ويوم 19 تشرين الثاني اعلن حزب الله انه نجح انه يستهدف مواقع واليات وسكنات عسكرية وتجمعات مشاة كلها تابعة للجيش الصهيوني. ورد الجيش الاسرائيلي في نفس اليوم ان هو قصف عدة بلدات حدودية لبنانية. ويوم 20 تشرين الثاني اعلن حزب الله انه استهدف مواقع واليات وتجمعات مشاة كلها تابعة للجيش الاسرائيلي، بس المرة دي استهدفها بنوع صواريخ جديد اسمها صواريخ بركان ومسيرات انقضاضية ومسيرات بتحمل قذائف وبتحمل بعض الصواريخ. وفي نفس اليوم ردت اسرائيل ان هي قصفت مجموعة كبيرة جدا من البلدات الجنوبية اللبنانية على الحدود بين فلسطين المحتلة وبين لبنان. وفي نفس اليوم اعلن حزب الله ان في واحد من مقاتليه استشهد نتيجة الهجمات بين القوات الصهيونية وبين القوات اللبنانية. وبما ان في بعض المتابعين بيحبوا يعرفوا انا جبت المصادر دي منين، فانا بكرر للمرة التانية ان المصادر اللي قدرت اجيب بيها المعلومات دي هي من قناة الجزيرة اللي بتبث الاحداث دي اول باول. وكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وان شاء الله الحلقة الجاية هكمل كلامي معاكم عن الاحداث اللي بتدور بين حزب الله وبين الجيش الصهيوني، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.